لنلاحظ حقيقة ماذا حدث قبل أيام قليلة من موقف جديد من نوعه في الواقع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لقد كان موقفا مهما نحو إيران، بأن إيران عليها ألا تدوس بقدميها على السيادة اللبنانية أكثر فأكثر، لأنه كان غاضبا من قيام الإيرانيين بمحاولة التفاوض على تطبيق 1701 مع الفرنسيين. هذا الموقف جديد، وبالتأكيد يجب أن تتبعه مواقف أخرى تؤكد على أن الحكومة اللبنانية جدية في تطبيق 1701، وهذا يتطلب منها الحزم مع حزب الله. عندئذ تسحب البساط من تحت أقدام إسرائيل لكي تمنعها وتقطع عليها الطريق لفرض منطقة عازلة بقوات إسرائيلية هي تكون عبارة عن إعادة احتلال للجنوب اللبناني. ولذلك العبء طيب والمسؤولية سيدة راغدة، الحكومة اللبنانية، وليس ليس فقط نجيب ميقاتي، طيب وإنما أيضا رئيس البرلمان نبيه بري. أها أذا هذه المواقف الجدية يمكن إسرائيل، حسب معلوماتي وحسب ما يقال لي من مصادر أمريكية وغير أمريكية، إسرائيل ليست راغبة في إعادة الاحتلال، إنها تريد تأمين يعني أن يكون الجنوب محيداً، الجنوب اللبناني محيداً، كي تتمكن من إعادة الإسرائيليين إلى الشمال الإسرائيلي. هذا سيدة راغدة، يعني البعض يقول بأن هذا الاعتقاد كان سائداً في السابق، ولكن اليوم أصبح الحديث عن تعديل ل1701، الحديث عن نسخة 1701 بلاس، وهي كما كنا نتحدث منذ قليل تتيح للجانب الإسرائيلي بالتحرك بحرية في مناطق في جنوب لبنان. لا يوجد أي شيء اسمه 1701 بلس، لا توجد أي جدية في الكلام عن 1701 معدلا. هذا قرار لا يعدل إلا بقرار آخر، وهنا بيت القصيد أن الجميع يتمسك بهذا القرار كما هو بحذافيره بجميع أوجهه، حتى لدرجة أن الآن يعني لا ليس هناك ضرورة للبدء بتنفيذ 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات والفصائل الفلسطينية وحزب الله. لن يبدأوا بهذا القرار، لن الجهود التي تبذل الآن هي لتنفيذ 1701 كما هو بلا بلس بلا تعديل. لكن هناك أنباء تتحدث بأن هوكشتاين هذه المرة هو قادم للحديث عن نسخة جديدة أو معدلة من 1701، هذا ما يحاول الجانب الأمريكي أيضا الدفع نحوه مع إسرائيل، ربما قد يتعارض مع قوى دولية أخرى بحكم أنه سيمر تحت قبة مجلس الأمن، ولكن يعني هذا ما يقال، هذا ما يروج. هذه ليست معلوماتي زميلتي العزيزة، هذه ليست معلوماتي أبداً، بالعكس معلوماتي تفيد بأن الجميع لا يريد المساس ب 1701. كلمة تعديل يعني تبحث أو تطرح لبنانياً صراحة وفي الإعلام، حسب معلوماتي، وأنا كنت جزءاً من حقيقة كنت موجودة هنا في الأمم المتحدة كمندوبة الحياة حينذاك، تم التفاوض على 1701. يعني كل فاصل وكل نقطة وكل كلمة في الواقع كانت يعني خلافات عظيمة عليها، وكانت هناك محاولات لأن يكون ذلك القرار. بالمناسبة اللغة التي صدر بموجبها القرار 1701 اللغة هي لغة الفصل السابع، لم يصدر القرار بموجب الفصل السابع من الميثاق نتيجة المفاوضات التي حدثت حينذاك، ولكن اللغة هي يطالب، يأمر، يفرض، هذه لغة الفصل السابع، ولا لا لا تعديل على ذلك. إن الحاجة الآن هي ما يبحث الآن هو آليات لتنفيذ القرار، إيجاد آليات لتنفيذ القرار 1701. هذا ليس تعديلاً ولا هو بلس إلى جانب القرار، آليات، وهذا ما يتوجه هوكشتاين إلى المنطقة للبحث فيه كضمن آخر أمريكية، آخر محاولة أمريكية لخلاص الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم بعد ذلك سينصب الفريق بكامله على الانتخابات الرئاسية، ونحن سنبقى في هذه الوضع، في هذه الأوضاع إلى حين يناير، يعني ما بعد شكرا التسليم الإداري. جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام.